وقفة احتياجية هنا للمئات من المواطنين أمام مقر السلطات المحلية في مدينة تريم، تعد باكورة البرنامج التصعيدي الذي تقوده حركة كفا الشعبية. تطالب هذه الوقفة كما يشاهدون هنا في هذه اللافتات المرفوعة والأوراق والشعارات أيضا التي يرددها المشاركون، تطالب باستمرار التيار الكهربائي إلى جانب أيضا استمرار العملية التعليمية المتوقفة منذ شهور هنا في محافظة حضرموت بسبب الإضراب الذي جاء على مطالب حقوقية للمعلمين. أيضا تطالب الوقفة بتحسين الخدمات بشكل عام التي تردت بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الحالية. هنا الآن دعنا نكون مع أحد المشاركين في هذه الوقفة، وضعنا في صورة المطالب التي خرجتم من أجلها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا هذه وقفة شعبية نظرا لانهيار العملة ووصول راتب الموظف لأقل من $40، بحيث أنه وصل المواطن إلى حالة المجاعة، وهذا لن يسمح به الشعب. وانهيار الخدمات الرئيسية اللي هي التعليم، توقف التعليم، الكهرباء أكثر من 18 ساعة طافي، إضافة إلى المشتقات النفطية بأسعار خيالية. طبعا الوقفة مطالبها من السلطة المحلية والحكومة تحقيق أولا 3 أهداف عائلة، اللي هي نقص المشتقات النفطية أسوة بمارب، الكهرباء، استمرار الكهرباء وتحسين الخدمة، المطلب الثالث هو استمرار تعليم أولادنا. هذه مطالب رئيسية وشكرا. إذن هذه هي المطالب التي خرج من أجلها هؤلاء اليوم في هذه الوقفة الاحتياجية. الحركة كفا التي أنشئت حديثا أيضا تتوعد المواطنين ببرنامج تصعيدي خلال الفترة القادمة حتى استجابة السلطات لمطالبهم كما جاء في بيان الوقفة. عبد الله مؤمن يمن شباب من مدينة تريم حضرموت.